السلام عليكم ورحمة الله متتبعات قناة الأم حسناء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هذا الفيديو في أحسن الظروف. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أسهل طريقة وأنجح طريقة لتحضير صلصة البيشاميل اللي كنعرفوا بلي ضرورية في لي غراتان اللي كيحبوها وليداتنا. المهم نبداو على بركة الله في المقادير اللي كنحتاجوها عادة، وهذه هي المعروفة. المقادير اللي كنحتاجوها في صلصة البيشاميل هي أو المكونات هي الحليب، الدقيق، الزبدة، والملح، والإبزار. اليوم غادي نزيد عليها منسمات اللي كيبقاو اختيارية. كناخدو خلاط كهربائي اللي غادي نوضعو فيه الحليب ديالنا. بالنسبة لي أنا غادي نوضع بالنسبة للغراتان اللي أنا دايرة اليوم غادي نوضع جوج كيسان ديال العنبة يكونوا عامرين. بسم الله. ثاني بغيتو ضيفو يعني نتوما على حسب الكميه اللي نتوما دايرين. كنوضعوا الملح، شويه ديال الابزار، غير شويه ما نكثروش. الاضافه اللي غادي نضيف انا هي هذا فرماج مثلث، علقه ديال الفورس اللي كتكون عامره كيف ما كتشوفوا معايا، هي معلقه عامره ديال الفورس. ندير راس معلقه ديال بودره الثوم، شويه ديال سكينجبير حتى هو غير واحد القبيصه. صافي وكنطحن هذا الشيء مزيان. انا غادي نطحنه ونرجع لكم. من بعد ما كنخلطوا مزيان المكونات كيف ما قلت لكم دوك المنسمات اللي زدت كيبقاو اختياريين. نتوما لا باز هي الحليب، الدقيق، الابزار، الملح، طحنوهم مزيان في الخلاط. ومن بعد تاخذوا الزبده الكميه اللي غادي تكفيكم. انا غادي ناخذ معلقه ديال الزبده غندوبها كما كتشوفوا معايا هنا. هذه طريقه ما تكركبش لك نهائيا ولا تبقى تكور لك الدقيق يتكور لك مع الزبده. اسهل طريقه كنحاولوا نذوبوا الزبده ديالنا. من بعد ما كتذوب لي الزبده تماما كنفرغ عليها داك الخليط طبيعة الحال مع التحريك. كتكور معكم ما حتى شي حاجه البنات، نتوما شوفوا. صافي دابا غادي نبقى كنخلط في المكونات ديالي حتى كتبدا تعقد لي بحال صوص بيشاميل يعني اللي كنديرو عاديه، غير هذه ما كتكور ما حتى شي حاجه. اذا غنبقى بحال هكا حتى توجد لي ان شاء الله صوص بيشاميل ديالي. كيف كتشوفوا البنات ها هي صوص بيشاميل ديالنا بدات كتعقد، يعني ها انتم كي كتشوفوا ما تكورات ما حتى شي حاجه. اسهل طريقه وانجح طريقه والمذاق رائع وكطيب على خاطرها، يعني الدقيق اللي فيها تيطيب على خاطره وما تيضر ما حتى شي حاجه. كنزربوش عليها كنعطيوها الخاطر وكنبداو نحركو فيها والعافيه تكون متوسطه. انا دايره الكغاطان ديال البطاطا، ومن الافضل انكم تكونوا دايرين لي كغاطان اللي فيهم هكا البطاطا تخليوها شي شويه ما تخليوهاش تعقد بزاف باش هكا كتشرب هذيك البطاطا وكتجيش البطاطا ناشفه. هيما البنات هانتوما باش تشوفوا، هانتوما شوفوا كيفاش من التحت ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وملي كتبرد بطبيعه الحال معروف على صوص بيشاميل ملي كتبرد كتعقد اكثر. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى هاد لاصوص تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم وتفيدكم هاد المعلومه او هاد الطريقه. دمتم في رعايه الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.